طبعا هو هذا يعني العيد مش زي اي عيد حلو، لانه الدنيا حرب وفاقدين اهلنا. انه رحت اشوف مين الجثث الموجودة، الصدمة كانت انه الكل مستشهد. طبعا ضل 6 أطفال وأنا معاهم، طبعا أنا أكبر واحد في العيلة هذه. 7 أطفال، من كل عام 7 طفلين تقريبا. أنا لازم أكون أبو وصاحب وأخو وسند وعم وسيد، وكل إشي هم بتخيلوه أنا لازم أكون إلهم. إيقف إيقف، تعال تعال يلا. بيبقى ما ينفعش من ورا. اجري 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 اجري. السنة اللي فاتت يعني كنت اطلع بالعيد انا وماما، انا وبابا يعني بنجيب الاغراض للعيد، بس السنة هاي انا فقدت ماما وبابا واخواتي. طبعا احنا كنا زمان بالعيد نشتري كعك نعمله في البيت، كنا نشتري لبسيك ونخزنه للعيد. طبعا كنا كمان نعمل سمكية تحت البيت في ستي، اما لقيت ولا في اكل زيك يعني ما فيش موجود في سيخ بالسوق، ولا في كعك ولا في سمكية ولا في حضن موبايل. انا لقيت متمنية انه نرجع الشمال حتى ازور ماما وبابا واهلي وارجع على البيت. يا عيني يا عيني كتار. يلا كل عام وانت بخيرك. انت بخير. تسعة هاي 12 هاي 3 هاي 5. لقيت مرحلة الفوق. يا تنزل حبينا فكرة نعمل انه كعك ونفرح الاطفال ونخف عليهم ضغوطات الحرب، وقمنا بتجهيز الاغراض وسجلنا ايش بدنا للكعك ومكونات الكعك. وبالنسبة للاسعار تسألوش على الاسعار، الضعف 3. وهيك بلشنا نلف بالكعك، يعطيهم العافية. اشتغلناهن على الفرن بما انه لا في غاز ولا كهرب، اشتغلناهن على الفرن وعلى الحطب، اشترينا الحطب وبلشناهن وزعناهن على الاطفال. طبعا فرحة الأطفال كانت لا توصف. كل عام وانت بخير.